هادشي هذا ما كيعرفوش المغاربه. المغاربه تيعرفوا كيغني غير غزالي غزالي يخلي لك يا غزالي ونطير معاك في العلالي، هادشي اللي كيعرفوا المغاربه. من اول ما تم فتح ملف قضيه سعد المجرد بتهمه اغتصاب فتاه في باريس، وعمالين نسمع تهم وامراض عن سعد المجرد ويقولوا عليه كلام غريب اول مره نسمعه. والفيديو ده للناس اللي بتكره سعد المجرد وعمالين يطلعوا عليه اشاعات كل يوم، كل شويه نسمع ان سعد المجرد ده مريض نفسي، مغتصب، ماسوني، مازوخي. بمناسبة المازوخية، يعني ما عرفش جه في دماغي سعد المجرد. برافو عليك انت، رضا ضربت ذكي منك. ايه مازوخي دي؟ اخر حاجة عرفناها بصراحة، وللأسف من اعلاميين ما يعرفوش حاجة في اي حاجة، وبيحكموا على الناس من غير ما يعرفوهم لمجرد ان هم ناجحين، ولمجرد ان هم يركبوا الترند على حساب سعد المجرد. اولا بس حابب اقول للناس اللي تعليقاتها سلبية جدا وبتتعبني نفسيا، بس انا مستمر ومش بحط في دماغي المواضيع دي، وكل واحد في الاول وفي الاخر ليه حرية الرأي وحرية التعليق، وانا فاتح التعليقات لجميع فئات الناس اللي بيحبوا الموضوع او ما بيحبهوش، واللي بيعجبهم الفيديوهات او ما بيعجبهمش. حابب اقول لهم انا مش بعمل الفيديوهات دي عشان خاطر انا مركز في المشاهدات والترندات والحاجات اللي ملهاش لازمة دي، الموضوع اكبر من كده بكتير. الموضوع اكبر من ان انت تركز في مشاهدات او ان انت تفكر ان صاحب القناة دي بيعمل كده عشان خاطر يجيب مشاهدات ويجيب لايكات ويجيب الكلام ده. الموضوع مؤامرة على سعد المجرد، ومش بس سعد المجرد، ده كمان دخل فيها امبارح اشرف حكيمي بيتحقق معاه بتهمة اغتصاب فتاة عندها 24 سنة. الموضوع اكبر من ان انت تركز فيه شخصيا، حاول تاخد الموضوع او لما تتفرج على الفيديو حاول تركز في المشكلة العامة، ما تبصش على المشاهدات وما تبصش ده جايب لايكات كتير وجايب مشاهدات كتير، ده بيركب الترند وشغال على المواضيع اللي هي شغالة ترندات. لو تعرف انا ما بنامش قد ايه عشان اجيب لحضرتك الخبر المفيد الخبر الصادق، هتقول الله يكون في عونك. لو تعرف حضرتك انا بسهر بالليل قد ايه عشان اتابع كل الاخبار الحصرية اول باول، عشان انا معود جمهور قناتي ان انا اجيب لهم الاخبار قبل اي حد. لو تعرف حضرتك قد ايه انا حزين على اللي حصل لسعد المجرد ده والحكم اللي اخده بسبب ادعاءات وشائعات ما حصلتش، هتعذرني وهتقولي الله يبارك لك وما كنتش هتكتب تعليقات بسببها بتعب نفسيا، وحاليا انا ما بظهرش في القناة لسبب صحي واحتمال اعمل عملية كبيرة. كل ده انا ما بحكيهوش، وكل ده مش مهم ان حضرتك تعرفه لان دي حياتي الشخصية، بس انا حبيت المح ووضح النقطة دي عشان في ناس بصراحة بتكتب لي تعليقات مش في وقتها خالص. الموضوع اكبر من كده بكتير يا جماعة، ركزوا على الموضوع العام ما تركزوش على الموضوع الشخصي. اتمنى ان احنا نكون اصحاب عقول متفتحة وناخد الموضوع بمنظور ان في مشكلة وفي مؤامرة. المهم، الفقيه شخص من اهل القرآن، إمام مسجد في باريس، وبيقول شهادته في سعد المجرد، وبيقول إن اللي بيكتم الشهادة فإنه آثم قلبه، وبيوضح من خلال عشرته لسعد المجرد. وفي الفيديو اللي أنا هعرضه لحضراتكم دلوقتي يمكن معظم المغاربة ما يعرفوش الكلام ده عن سعد المجرد، ودي حقيقة شخصية سعد المجرد. أسيبكم على الفيديو ده ونرجع لبعض تاني. ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. هذا الرجل هذا شهادة في حقه، كنت التقيت به في فرنسا، كنت أنا إمام مسجد في فرنسا في باريس، وكان كيجي عندي المسجد كيصلي معايا الصلوات ومواظب لصلواتي، وهادشي ما كيعرفوش المغاربة. هذا الرجل كان كيجي كيصلي ورايا في المسجد في الصلوات، يواظب على الصلوات ديالو كاملة. المخيل فيما هذوك كيسبوا دابا تلقاه ما كيصليش، ما كيركعش، كان كيجي يصلي معايا دائما وأبدا. وكان زائد واحد المسألة، أنه واحد رجل موحد للقرآن وأهل القرآن. شفت من هذا السيد غير خير بالاحترام والتقدير. اللي معروف عن الوسط الفني للأسف ان هو وسط نادرا لما تلاقي فيه حد كويس وحد بيقدم فن هادف، وللأسف لما بيلاقوا واحد بيقدم فن هادف ومحترم بيعملوا فيه زي ما حصل مع سعد المجرد، ما بيسيبوهوش في حاله بمعنى أصح. شوية يقولوا عليه ده ماسوني، شوية يقولوا عليه ده مغتصب، شوية يقولوا عليه ده مازوخي،
شوية يقولوا عليه بيحب النساء، كلام غريب وإشاعات غريبة بتطلع على شخص محترم كل اللي شافه وكل اللي اتعامل معاه ما قالش عنه غير كل خير، وده يأكد لنا ان احنا دايما ثابتين على مبدأنا في حب سعد المجرد وفي أخلاق سعد المجرد، وان هو فنان رقم واحد في الأغنية العربية العالمية، ودايما هنكون ثابتين على رأينا ده، ورأينا مش هيتغير أبدا في سعد المجرد. وخلي اللي يقول يقول، والقافلة هتسير، وان شاء الله سعد هيطلع من ازمته دي على خير، واحنا معاه، ودايما الرجولة مواقف، واحنا اخوات على المرة قبل الحلوة. اشوفكم على خير في حلقات تانية كتير. انا مصطفى شريف، ودي قناة نجم العاصمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.